بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. عنوان هذه الحلقة: الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال. أولا الدعوة، المشروعية ديالها والحكم ديالها. الدعوة المقصود بها هو الدعوة إلى الله، فهي واجبة، وجوب عيني على كل مسلم وكل مسلمة مكلفين بالغين يدعيوا لله سبحانه وتعالى، لأن الأركان ديال اكتمال الشخصية ديال الإنسان ثلاثة: العلم بالإسلام، لأن ما يمكنش الإنسان يعبد الله عز وجل بالجهل، فالله عالم ولا يعبد إلا بعلم، والله عز وجل قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وحيث نهضروا على العلم ماشي الدكتوراه ولا شي حاجه، العلم اللي شي حاجه مبسطه باش تعرف. راه الناس عارفين، واخا ماشي بناي راه عارف شحال من حاجه في تبنايت، واخا ماشي تريسي راه عارف شحال من هذا، معناتها تكون عارف الحوايج فين، شنو اللي دار وشنو اللي ما دارش. العلم بالاسلام ما كافيش تعلم، غتولي شيطاني الا كنت غير العلم وحده. اشنو خاص؟ خاصك تطبق. هذا هو الركن الثاني ديال اكتمال الشخصية الإنسانية، هو العمل بالإسلام. شنو الثالث؟ العمل للإسلام. داكشي اللي علمتيه وعملتي به وريه للآخرين. إلا مشيتي غير علمتي بالإسلام وعملتي به تتكون صالح، ولكن ما كافيش، يقد ينزل عليك الله العقاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بمعنى قد تكون صالحا وينزل الله عليك العقاب لأنك في وسط المفسدين ولم تحرك ساكنا، راك بحالهم، راك تعتبر الشيطان زيزون. شنو خصك دير؟ سنة التدافع ديال أهل الحق مع الباطل، خصك تدعي. فلهذا سيد ربي في القرآن قال لنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الفعل هذا ديال أدعو، هذا تسمع فعل أمر في اللغة العربية اللي نزل بها القرآن، وعارفينها العرب كلهم واضحة لهم، غير حنا اللي عاد يخسروا وضحوا الناس لأنهم بعدونا عن اللغة العربية باش ما نفهموش القرآن. أن الأمر حتى يكون مطلق ما عندوش شي حاجة اللي تتكون تتسمى القارنة متصلة أو منفصلة، يفيد الوجوب ويفيد الاستمرار، ماشي تدير واحد العمل دابا صافي، لا، دائما تيبقى هذاك الاستمرارية، الوجوب والاستمرار. فواجب علينا كلنا، رجل امرأة مثقف أمي، كل شخص ندعيو. هنا تتوقف القضية وتتصيبنا في وسط الصحة غير واحد الكميشة، وهذيك الكميشة كاين اللي تيدعي باللسان ديالو والهضرة ولكن ما مطبق حتى شي حاجه، ومن هذيك الكميشه كاين واحد شي حاجه صغيره اللي هما داكشي اللي تيقول تيطبق. ولكن غاب على الناس واحد الدعوه اللي هي مهمه بزاف، اهم من اللسان، اهم من الكلام. الكلام هو غير مترجم ديال داكشي اللي كاين في وسط القلب ديال الانسان. شنو هي؟ هو الدعوه بالحال، معنى بلا ما تقول للناس، تطبق انت. وهذه دارها الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت فاش جا غضبان عند ام سلمه رضي الله عنها، حيت كان صلح الحديبيه وكانوا جايين الصحابه وما متشوقين لمكه باش غادي يمشيو يشوفوها لان تخرجوا منها، وبالتالي جاي غادي يديروا العمره، غادي يطوفوا بالكعبه، فاذا به منعهم المشركين، وكان صلح الحديبيه وبالتالي باقين بالاحرام ديالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: حلقوا، صافي حيدوا ذاك الاحرام، راه محسوبه لكم. قال: لا، ما يمكنش. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكنش؟ تردع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل غضبان عند مولاتنا ام سلمه رضي الله عنها، بمعنى ان العقاب غادي ينزل عليهم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، فلهذا دخل غضبان. اش غايدير؟ قالت لي مولاتنا ام سلمه رضي الله عنها، هي من الامهات الاميين ديالنا، موتنا، لان مرت الرسول صلى الله عليه وسلم، وامهاته وازواجه امهاتهم، الزوجات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم موتنا. قالت لي: ما تهضر مع حد، سير خرج لبرا وعيط للحلاق
ويحلق لك الشعر ديالك وصافي. قال صافي، مشى الرسول صلى الله عليه وسلم استجب لاقتراح ديال ام سلمة وبدا تيحلق ليه الحله، وبداو كلهم هذوك الصحابه اللي كانوا رفضوا باش غادي يحلقوا كلهم تيتسابقوا على الحلق ديال الراس ديالهم، شي تيحلق لشي. هادشي تسمى هذا الدعوه بالحال. فالدعوه بالحال ابلغ من الدعوه بالمقال. لهذا انت اللي ما عندك لا دكتوره ولا ماستر ولا لا ليسونس ولا بكالوريا، ما تدعيش. لا تدعي، لأنه واجب عليك. اش غادي تدعي؟ طبق ذاك الشيء، غير طبق والناس غادي يشوفوا. لهذا هذاك اللي سيطبق عنده الثواب والاجر اكثر من هذاك اللي سيهضر. هذا سيقول لك يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. معنا نطبقوا، عندنا أزمة ديال التطبيق، عندنا أزمة الدواء ديال الحال. لأن غدا يوم القيامة يؤتى بالرجل فيلقى في النار، فحتى تنضلق أقتابه، حتى تخرج مشارنه، ويطاف به في النار كما يطاف بالحمار حول الرحى. شعلة تشوهات ديال الصفات ديال هاد ديال هاد هاد الشخص هذا، شنو دار؟ فيقال له يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ تقول لهم بلى، كنت آمركم ولا آتي وأنهاكم وآتي. عالم وظالم، كنت تنقول لكم ما ديروش وتندير، وكنت تنقول لكم ديروا وما تنديرش. هذا خطير، ولكن الاخر استفد. فلذا حنا ما بغيناش نكون بحال الشمعه اللي تضوي للاخرين وتتحرق راسها، او بحال الليبرا اللي تتخيط لباسات وهي عريانه. لا، بغينا نكون حنايا تنستفدوا، عاد نفيدوا. هذه هي الشريعه الاسلاميه. لهذا غادي تكون عندنا ان شاء الله واحد السلسله اللي تقدر انت ديرها. الا ما قديتيش ديرها هكا صوت وصوره لانك ما ولفتيش، ديرها غير صوت وصيفطها ليا، وانا غادي ندير شي تصويره، ولكن راه غادي تكون دعيتي. شنو الدعوه بالحال؟ انا صنت لواحد الفيديو وطاحت لي الفكره من خلال هذاك راجل كبير تكون في عمره شي 90 عام، شي سنة هنا وشي سنة هنا، وناشط مع راسه فرحان كانه اكبر رئيس دوله في العالم. قال لي ويفتخر بشيء واحد، تيقول لك عمري ما فلت الفجر في الوقت ديالو، تنصليه دائما. معنى هذا مكسب عندي. قال لك انا هو اللي بغى يطير الريح، الطير تطلع من الفوق ولا من التحت ولا شي حاجه ما يهمنيش. يفتخر بواحد الكنز عنده وهو المحافظة على صلاة الفجر في وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لهذا يمكن لك دير أنت، غادي دير شي حاجة تقولها، إما دير فيديو تقول أنا ملي عقلت على راسي عمري ما رفعت الصوت على والدي مثلا، والسلام عليكم. صافي، شنو درتي؟ قلتي واحد الحاجة اللي طبقتيها في حياتك. أنا ملي تنعقل على راسي عمر أمي ما قالت لي دير هادي ولا دير وما ديرش هادي، وقلت ليها لا ورديت عليها. شنو درتي هنا؟ دعيتي الناس بحالك. وهنا غادي يكون هاد الكلام اللي قلتي أنت لأنك مطبقو أو أبلغ في النفوس، وله أثر كبير من هذاك اللي عنده الدكتورة غير تيتكلم. لهذا يكون عندنا هذه السلسلة، هذه الدعوة بالحال، وغادي نجي نشوفوها كل مرة، غادي نتكلموا شي شوية باش يكون انتشر عندنا هذا الشيء، هذا باش يبان بأن كاينين مالي الخير كثار في هذه الدنيا هذه، غير ما باينينش، وحنا خصنا نبينوهم باش غادي يكون تدافع ديال الحق مع الباطل، وبالتالي غادي نغيضوا الكفار بكثرة أصحاب الحق. والسلام عليكم.